76 عاما مرت على نكبة أبناء شعبنا، وما زالت النكبات تتوالى في ظل استمرار مخطط التهجير القسري. وإحياء لهذه الذكرى السوداء، نظمت فعاليات محافظة طوباس مسيرة مركزية انطلقت من وسط دوار الشهداء وصولا لميدان الدولة بمشاركة جماهيرية. التاريخ يعيد نفسه، الذكرى 76 للنكبة، وما زالت المنظمات التي شردت أهلنا في 48 تمارس دورها في نكبة أفظع في غزة. ما يجري في غزة هو نكبة كبرى للشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني اليوم ذاكرته حية، الشعب الفلسطيني اليوم ذاكرته ترنو إلى القدس وإلى جرمك حيفا ولا برتقال يافا. الشعب الفلسطيني متمسك بحق العودة، نحن مع السلام العادل والشامل الذي يفضي إلى دولة فلسطينية مستقلة. قبل 76 عاما ارتكبت العصابات الصهيونية مجازر بشعة بحق شعب أعزل، ودمرت أكثر من 500 قرية وبلدة، وهجرت المواطنين من أراضيهم، وصولا إلى اليوم الذي ما زالت ذات العصابات ترتكب المجازر هي الأبشع في تاريخ البشرية. الاحتلال ما زال يمارس القتل اليومي بحق شعبنا، حرب الإبادة ضد شعبنا، ونحن نزرع الحياة. الاحتلال يزرع الموت في كل مكان ونحن نزرع الحياة. نحن في هذا اليوم نؤكد أن العهد هو العهد والقسم هو القسم، هذا هو عهدنا للشهداء للأسرى، عهدنا بالعودة، وأن العودة إلى ديارنا هي خط أحمر وهي من الثوابت والمسلمات الفلسطينية. نحن عائدون، شاء هذا الاحتلال أم لم يشاء. المشاركون في المسيرة أكدوا أن النكبة لن تتكرر رغم هول المجازر التي أصبح الهدف منها واضحا التهجير، مؤكدين على مواصلة النضال والصمود والثبات حتى دحر الاحتلال وإقامة الدولة وعاصمتها القدس الشريف. من مدينة طوباس، أمير شاهين، تلفزيون فلسطين.